طيب احنا كشباب عراقي او كشعب عراقي بصوره عامه، احنا نمر بظروف، نمر بضغوطات، مثلا احنا كشباب ما عندنا فرص عمل، انه الخريجين يتخرج يقعد بالبيت، جاي نشوف هواي ضغوط وتمر علينا هواي ضغوطات نفسيه تاثر على طاقتنا السلبيه. طيب لو احنا مرينا او جاي نمر بهذه الظروف، شلون يقدر الشاب يفكر بالطريقة الإيجابية وهو يتخرج منها يقعد منها بالبيت، أو إنه هو خريج قانون تلقاه صار مرور، أو خريج قانون تلقاه مفتح له شنبر على الرصيف، شلون راح يقدر بهاي الحالة يفكر بالطريقة الصح أو بالطريقة الإيجابية، أو شلون راح تكون عنده هاي الطاقة الإيجابية وهو اتحطم مستقبله، أو إنه هو درس وتعب وعانى وحر وبرد والحظر والانفجار والحكومة وهذه الأشياء السلبية اللي كلها مرت على الشاب أو الشعب، وبالتالي يفكر بطريقة إيجابية أو بطريقة صح. أحسنت أستاذ ثامر، طبعا هذا سؤال موضوعي وسؤال كأنما احنا من نبقى فقط في حالة انه هاي الكلمات الجميلة نعم والطاقة الإيجابية كلمة جميلة والتفكير، لكن خلينا نكون موضوعيين أكثر واقعيين أكثر من خلال هذه الأطروحة اللي حضرتك تفضلت بها. نعم يا صديقي الكريم، أنه مثل ما توجد هنالك شريحة تخرجت وعاطلة عن العمل، ما تمتلك اليوم أي وظيفة، ما تمتلك أي عمل، ما تمتلك أي فرصة للعمل، الأكثر من ذلك العمالة الأجنبية بدأت تزاحم الشاب العراقي والعامل العراقي حتى على أبسط الأعمال، حتى على أبسط الوظائف. هذه أيضا أزمة نضيفها للأزمة اللي أنت حضرتك طرحتها. لكن اللي أريد أقوله أمر، أنه اليوم الشاب العراقي أمام أمرين، الأمر الأول هو خارج سيطرته، الأمر الثاني هو داخل سيطرته. الأمر اللي هو خارج سيطرته إحنا نسميه مرحلة، هذه أمور مثلا على مستوى الوظائف، يعني اليوم عندنا مثلا حينما يقل الطلب والعرض قليل ولكن نعم الطلب كثير، هنا المشكلة مو متعلقة بذات الشاب، ومو متعلقة بالشهادة، ومو متعلقة أيضا بالجامعة، وإنما أمر متعلق بالدولة والحكومات والتخطيط والتنظيم وكيف يخططوا لاستيعاب هذا العدد من الشباب اللي يمتلكون شهادات، وجزء واسع من عندهم يمتلكون شهادات عليا. إذا أكو أمر هو أصلا الشاب ما إلى إيد بيه ولا إلى ذنب بيه، وإنما هو المسألة خارج إرادته، فلا نعم بد ان ندرك هذه المساله. المساله الثانيه اللي هي داخل، خلينا نحكي على داخل اراده هذا الشاب اللي تحدثت عنه، نعم انه شو اسوي اني؟ ابقى قاعد؟ يعني لا، ما تبقى قاعد. اولا لا بد ان تدرك مساله ايها الشاب، مساله العمل. كثير من الشباب اللي انا التقي بهم، كثير من الشباب يقول لك انا هذا خريج هذه الماده الدراسيه وهذه نعم الجامعه وهذا الفرع من، اهم شيء اولا لا تقولب نفسك على فقط تخصصك، يعني لو بتخصصي لو ما اشتغل باي شيء. الامر الاخر انه يا اخي الحبيب، انه حاول مع عمليه دراستك تتعلم اليوم كثير من المهارات وكثير من الدورات والكورسات، يستطيع الشاب ان يدخل ويتعلم مهاره بل مهارتين بل اكثر من ذلك، بالاضافه الى شهادته وبالاضافه الى تخصصه. نعم الامر الثالث، وانا هذه ندائي لجميع الشباب، أنا ليش قدمت المهارة على الأمر الثالث اللي هو السي في؟ لأن اليوم نعم احنا في عصر المهارات، عصر المهارات بمعنى أن اليوم أي شركة وأي مؤسسة وأي عمل بمجرد أن تروح وتقدم إليه يقول لك شنو مهاراتك؟ تعال اشتغل لي على صح البرنامج الفلاني، على الأداة الفلانية، على الماكينة الفلانية. فإذا لابد أن تمتلك مهارات، يعني مو أنا ترى بالمناسبة الشهادة هي عبارة عن وثيقة رسمية تقول فعلا بأنك خلصت 4 سنوات بالكلية الفلانية، لكن هذا لا يثبت لي أنه تمتلك أنت مهارة في القانون أو مهارة في العلوم السياسية أو مهارة في إدارة الأعمال. إذا نعم هنالك جزء مفقود في القضية. ما هي مهاراتك أيها الشاب الذي تريد أنت وظيفة؟ لابد أن شوي احرر فكري أو تعزز مهاراتك، واحاول تعزز مهاراتك أو تفجر مهارة. الطاقات اللي داخلك. الامر الثالث استاذ ماهر هو السي في. نعم السي في بمعنى انه اليوم اسال الشباب كلهم، هل تمتلك سي في؟ عندك سي في خاص بك وعندك به كل شهاداتك ومهاراتك وادواتك وامكانياتك؟ لو ما عندك سي في، نعم ايضا نعتني بقضيه الانطباع، ويعني واحده من الامور الاساسيه انه لا تبقى قاعد بالبيت وحبيس هذه الجدران وحبيس الطاقه السلبيه، وانه فقط انه تندب حظك انه انت تخرج. حاول ان تلتصق باناس ايجابيين، حاول ان نعم تلتصق بشباب، حاول ان تتعرف، حاول ان توسع علاقاتك،
بهذه الحركة، وأهلنا قالوها الحركة بركة، بهذه الحركة يستطيع الإنسان ربما يأتي بفرصة عمل واحدة اثنين ثلاثة أكثر من ذلك. أما إذا أنت تبقى حبيس الدار وحبيس المشاعر السلبية، بالتأكيد الأمر راح يتراكم عليك وما راح تحصل شيء. طيب.